لازم نستهل حلقة النهاردة بأننا نتمنى الشفاء العاجل لمحبوب الجماهير من أهلوية وغير أهلوية مؤمن زكريا اللي للأسف الشديد تعرض لوعكة صحية ونقل على إثرها إلى المستشفى. أكيد بنتمنى له الشفاء العاجل وأكيد هنوافي طبعا حضراتكم بأي مستجدات تخص هذا الأمر. مليون سلامة عليك يا محبوب الجماهير. ألف سلامة كابتن مؤمن. وامبارح كل الناس، يعني مش هقول كل الأهلوية، لا كل الناس كانت بصراحة قلقانة جدا، وكان في مشاعر طيبة جدا موجهة لكابتن مؤمن، والناس عايزة تعرف والناس عايزة تطمن. بس خليني أقول لحضراتكم مفيش يعني معلومات غير اللي قلناها لحضراتكم على مدار امبارح على قناة الأهلي واللي سمعتوها، هو تعرض لوعكة صحية ونقل على أثرها للمستشفى، وشفنا الصور اللي كانت زوجته يعني منزلاها وكانت بتتمنى لي الشفاء. محدش قال اي حاجه الحمد لله وحشه، هو يعني هيقوم ببعض الفحوصات وان شاء الله يرجع بيته يعني بالسلامه. اول ما نعرف اي حاجه جديده اكيد هنوافي حضراتكم بالمستجدات الخاصه بكابتن مؤمن. الف سلامه عليك مره ثانيه.